ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. طبعا من الاهتمامات المشتركة بين البنات والسيدات تقريبا يعني هي الاهتمام بالبشرة، بالشعر، ازاي تكون بشرتهم نضرة فيها حيوية، شعرهم يكون صحي قوي. طبعا من اوائل الطرق اللي بتيجي في بالهم هي الماسكات، الجلسات العلاجية، بندور على النت على يعني وصفات معينة او غيرها ما الى ذلك. لكن الحقيقة انه كمان تناول الفيتامينز بشكل يومي ليها دور كبير جدا لنضارة البشرة وكمان تقوية الشعر. ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور دينا ابو سعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. اهلا بيكي يا دكتور دينا. اهلا بيكي يا عظيمه، منوراني يا روح قلبي، وحشتيني. انت مدلعانا صح، انت مدلعانا ومدلعه جمهورنا وجمهور الاهلي. ايوه. علشان يعني بتتكلمي في موضوعات بجد بتشغلنا قوي، وبنقع في اخطاء حقيقيه احنا ساعات ما بنبقاش مدركين ان ده غلط وان ده ممكن يكون بيضرنا مش بينفعنا. بس احنا هنتكلم عن كل ده معاكي النهارده. معاكي. علشان انا يهمني جدا اقول يعني ايه، اعرف منين انا دلوقتي، اعرف منين ان انا دلوقتي لما شعري مثلا يبقى عندي فيه مشكله احافظ عليها ازاي، واعرف منين اذا كان انا عندي نقص فيتامين ولا دي مشكله انا عملتها غلط. يعني حطيني على التراك. موضوع الفيتامينات والمعادن موضوع مهم قوي ان احنا نتكلم فيه، لان يوميا احنا لازم نعمل انتيك للفيتامينز والمينرالز. يمكن ناس كتير مش عارفه ده. ليه بنقول ناكل اكل صحي؟ لان الاكل الصحي هو المليان فيتامينز ومعادن. الفيتامينات والمعادن معظمها الجسم لا ينتجها، فلازم ناخدها كسبلمنت من بره، سواء من الاكل الصحي او من المكملات الغذائيه المعروفه المرخصه والمسجله. ازاي اعرف ان انا عندي نقص في الفيتامينز والمينرالز؟ لو هتكلم كجسم او كحاجه عامه، التعب، الخمول، عدم القدره على النشاط، عدم القدره على ان انا اعمل مهامي اليوميه، احيانا المود سوينجز، انا مش عارفه اوقات مقريفه ومش عارفه السبب، ومش عارفه ايه السبب، القلق المستمر، ما بعرفش انام، كل الحاجات النوم صحيح؟ اضطرابات النوم ممكن تبقى نتيجه نقص فيتامينز ومينرالز. لو هتكلم على البشره والشعر، طبعا بيبان جدا على البشره والشعر. يمكن احنا عايزين فيتامينات ومعادن عشان اعضاء الحيويه والوظائف الحيويه اللي في الجسم، لكن اول حاجه بتتاثر نتيجه نقص الفيتامينات والمعادن الشعر والبشره. صح، مع والضوافر، والضوافر اكيد. طيب البشره، الوش بيبان عليه ايه لو انا عندي نقص فيتامينز ومينرالز؟ سنك بيبقى شكل بشرتك اكبر من سنك. اوكي. جفاف رهيب. اكزيما. ياه. بقع حمراء في البشره. والله العظيم. طبعا. يعني توصل لكده؟ طبعا. تشققات حوالين البق. تجاعيد مبكره. هالات سوداء. تصبغات. ياه. ممكن يبقى نتيجه نقص الفيتامينز، لان انت عندك فيتامين سي وعندك فيتامين اي، الاثنين دول انتي اوكسيدنت. فالتعرض التعرض لحبيبة قلبي التعرض لأشعة الشمس من غير واقي شمس وفيتامينات هيحصل أكسدة للبشرة وهيحصل تصبغات. لو هتكلم على الشعر، الشعر يتساقط ممكن جدا ما دام ما عنديش مرض عضوي يؤدي الى تساقط شعر. اوكي. يعني لازم اتاكد ان ان الغدد الدرقيه سليمه، وظائف الكلى سليمه، من الكلى ما بتسربش البروتين عن طريق البول والحاجات دي كلها، وقتها الاقي تساقط شعر، يعني نقص زنك، يعني نقص بيوتين، يعني نقص حتى فيتامين سي. اوكي. فالشعر اللي مش شايني، الشعر المجهد، مش مشرق كده ولامع كده طبعا. فمهم جدا 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 الفيتامينات والمعادن جميع الاعمار. أوكي. مش عمر معين طبعا، ستات ورجاله اكيد.